علي النائب جون طلعت، بنرحب بحضرتك معانا فوق. اهلا بيكم، انا اللي برحب بيكم. مشاركه مهمه من كافه القوى السياسيه النهارده مع انطلاق الجلسات النقاشيه الاولى للحوار الوطني، خاصه جلسه النظام الانتخابي. بتشوف المشاركه الواسعه من كافه القوى السياسيه ازاي، كمان مع توارد الافكار كلها سواء قائمه نسبيه قائمه مطلقه، شفنا مناقشات كبيره خلال الجلسه. فكره ان يبقى في كل الاطياف بقت موجوده النهارده وبنسمع بعض وبنتكلم وبنتفق على نظام انتخابي ايا كان هو ايه النظام في الاخر هنتفق عليه، فدي اللي هي حاجه صحيه وحاجه مهمه جدا. الاول كنا بنعمل النظام الانتخابي كان مجلس النواب هو اللي بيعمله حسب قانون الانتخابات وهو اللي بيختار الدوائر بتاع. النهارده بنسمع اطراف كتير قوي ما كانش ليها الفرصه ان هي تبقى موجوده جوه مجلس النواب فتقدر تقول صوتها، او ليها ممثلين داخل مجلس النواب. النهارده انت بتسمع من كل الاحزاب السياسيه ومن كل المشاركين السياسيين. فكره ان النهارده احنا بنتكلم عن نظام انتخابي ولا لا، انا كان لي تعقيب ان احنا مش الهدف ان احنا يبقى لينا نظام انتخابي عامل ازاي، قائمه نسبيه مغلقه فردي ايا من هما، لكن الفكره المشاركه السياسيه الحقيقيه. احنا النهارده محتاجين يبقى في احزاب سياسيه، محتاجين قياده سياسيه، قيادات سياسيه موجوده في قلب الشارع بتتكلم مع الشارع، بتوصل للشارع، بتعرف توصل صوتهم بعد كده. فده هيتم عن طريق انتخابات حره نزيهه ممثله، سواء بقى قائمه مغلقه قائمه نسبيه فردي، كل الاطروحات دي موجوده. انا كجون طلبت جوه ان يبقى تبقى قائمه مغلقه ولكن في الدوائر قليله، بمعنى احنا كان المره اللي فاتت في 2020 انتخابات قائمه كانت مغلقه لكن كانت من الجيزه لاسوان ب 100 اسم او 150 اسم، فده حاجه كتيره جدا بتمنع التنافسيه للقوائم الاخرى. لكن انا لو خليت مثلا على شمال القاهره تبقى قائمه 10 اسماء، فبالتالي هقدر انا اعمل قائمه وغيري يقدر يعمل قائمه والاحزاب كلها تقدر تعمل قوائم بتختار النخب اللي موجوده في قلب الشارع اللي ليهم كتل تصويتيه حقيقيه، فهيبقى ليها تمثيل، فهنقدر نخلي النائب يستخدم الدور الخدمي والدور التشريعي والرقابي بما ان هم هيبقى قريب من الشارع. بعض الاحزاب كمان اتكلمت عن فكره ان احنا عايزين قائمه مغلقه مطلقه لكن مشروط، وهي قائمه ائتلافيه بمعنى مشاركه واسعه من كافه الاحزاب في القائمه وائتلاف موسع انتخابي. بتشوف ده ازاي؟ الكلام ده اتعمل اوريدي في 2015 و2020 وكان ليه اطروحاته الايجابيه والسلبيه ايضا، لان مش كل الاحزاب قدرت تشارك في ده. يعني هو في الاخر اخدوا عدد معين من الاحزاب من 10 ل 11 حزب يعني او 15 في بعض الحاجات، لكن في الاخر انا مش بتكلم على الاحزاب بس، يعني ما انت عايز يبقى في مستقلين وعايز التمثيل بقى الاحزاب الحقيقيه اللي موجوده في الشارع. احنا النهارده بنتكلم في 110 حزب او يعني المسجلين كاملين بورقها وما فيهمش شكل 98 حزب مثلا، فانت النهارده ال 98 حزب دول انت محتاجهم ان هم يشاركوا، فمحتاج ان كل واحد يظهر قوته في قلب الشارع، فمحتاج يبقى في عمليه سياسيه حزبيه في كل الدوائر في كل الشارع، يقدر يفتح مقرات ويقدر يعمل مؤتمرات ويقدر يعمل لقاءاته، فساعتها هيقدر يجيب المرشح المناسب بتاعه اللي حسب الايديولوجيه. احنا لسه بنبدا السياسه، يعني رغم ال 10 سنين اللي فاتوا دول لكن احنا لسه بنبدا السياسه من اول وجديد وعايزين يبقى في سياسه من اول وجديد. اتكلمت عن نقطه مهمه جدا في كلامك عن فكره ان احنا محتاجين كوادر سياسيه، مصنع اعداد الكوادر السياسيه للاحزاب، كيفيه تاهيل وتدريب الكوادر السياسيه عشان نشوفها من وجهه نظرك عامله ازاي؟ وجود احزاب قويه هنناقش ده في الحوار الوطني يعني في الجلسات الدكتور. اكيد، يعني احنا النهارده اول جلسه يعني فاظن ان لسه معانا جلسات كتير. يعني انت النهارده بتتكلم على حزب سياسي، الحزب السياسي يعني كوادر حزبيه بتبتديها من اول المحليات لغايه تشكيل حكومه ولغايه يبقى مرشح رئاسه كمان، ده مفهوم الحزب السياسي. عشان يبقى عندك حزب سياسي حقيقي وعندك كوادر حزبيه يبقى عندك مقرات، فتبتدي تفرز او تفرغ من كل دايره كادر سياسي محترم تقدر تستعين بيه هنا او هنا او هنا، فعندك اكتر من اليه تقدر تستخدم فيها في الاحزاب السياسيه. اشكرك جدا. شكرا ليكم.